to comme un adjectif. عندما نستعمل to أي كل كصفة. En toute occasion. En toute occasion. En toute occasion. في كل مناسبة. Parler en toute liberté. Parler en toute liberté. Parler en toute liberté. أتكلم بكل حرية. إذن en toute هنا بمعنى بكل. Tous les matins. Tous les matins. كل صباح. Tous les matins. إذن باختصار بالنسبة لتو القاعدة تقول عندما تكون تو أمام اسم فإنها تأخذ صفة وعدد ذلك الاسم أي إذا كان الاسم مذكر فإنها نكتب تو avec t à la fin إذا كان مؤنث نكتب توت avec t e à la fin وإذا كان جمع نكتب تو avec s à la fin وبطبيعة الحال هناك استثناءات مثلا في حالة تو عندما تكون adverb ظرف حال فإنها لا تتغير وهناك استثناءات أخرى لكن هذه هي القاعدة العامة تو comprenant هنا استعملنا تو كضمير tout ou rien كل شيء أو لا شيء tout ou rien كل شيء أو لا شيء tout comme adverbe هنا tout استعملناها كظرف حال ليس عليكم أن تركزوا بالضرورة على هذه المسائل بأنها adverbe أو adjectif أو فقط أردت أن أضيف لكم هذه المعلومة tout doucement بكل تمهل tout doucement بكل تمهل il est tout neuf il est tout neuf إنه جديد تماما il est tout neuf tout comme un nom إذن هنا نستعمل tout كأنها أو بصفتها اسم je prends le tout je prends le tout أنا أخذ الكل je prends le tout